ميلاد السيد المسيح هو يبقى عيد ميلاد ليا انا لقلبي. انا النهارده مسيحي عايش في بيت جنب جاري مسلم، المنع ان يكون في كنيسه جنبها مسجد. احبوا اعدائكم، باركوا لعنيكم، احسنوا الى مبغضيكم، وصلوا لاجل الذين يسيئون اليكم. بص، يمكن مش هقولك ان في تشتت ديني بصوره ملحوظه في المسيحيه، قد ما هو ممكن يكون في اختلافات ما بين طوائف. أبونا يوحنا عادل، راعي كنيسة العذراء للأباط الكاثوليك بالمعادي. بالنسبة للعيد، يعني دايما بنقول كده العيد فيه مظهرين، فيه مظهر خارجي وفي مظهر داخلي، بالذات يمكن أجواء عيد الميلاد المجيد، لأنها شوية بتبقى العالم كله في نفس الوقت يوم 25 ديسمبر، الغرب مع الكنائس القبطية الكاثوليكية في مصر، يوم مشهور جدا 25 ديسمبر. هو عيد الميلاد فكرته ميلاد السيد المسيح، وبميلاد السيد المسيح أصبح في سلام وفي طمأنينة في العالم، وهو أصلا رسالته رسالة سلام ومحبة، حتى إخواتنا المسلمين بيؤكدوا ده. عيد ميلاد السيد المسيح هو يبقى عيد ميلاد ليا أنا لقلبي. هل أنا قلبي مازال في كره ضغينة تجاه حد؟ هو ده الميلاد، إني أحول الكره والضغينة اللي في قلبي لمحبة وسلام وتسامح مع الآخر. بخصوص بناء المساجد والكنائس بجوار بعض، هو ده الواقع بتاع مصر وعمره ما هيتغير، موجود من زمان ومستمر حتى الآن، وسيظل مستمر يعني غصب عن أي حد من الناس اللي بتحاول تحط في التاني. أنا النهاردة مسيحي عايش في بيت جنب جاري مسلم، المنع أن يكون في كنيسة جنبها مسجد. الاثنين بيسبحوا ويذكروا اسم الله، وهو ده المطلوب. من تعاليم الجميلة للسيد المسيح اللي بيقول لنا كده: أحبوا أعدائكم، باركوا لعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. فما بالك إن المسلم هو لا عدوي ولا مبغضي ولا يسيء إلي، المسلم هو جاري. إذا كان المسيح وصاني على عدوي، فما بالك أخويا المسلم اللي معايا في نفس الوطن. دايما الكنيسة بتحاول توصل الفكرة دي للشباب وللناس الكبار كمان. في بعض الناس اللي شوية زي ما قلت اللي ممكن يكون عندها روح الكراهية، هي اللي ممكن تكون بتعطل شوية، لأن ده موجود. الإعلام شوية بيقوم بالدور اللي عليه يمكن بصورة جميلة جدا، وده واضح مش بس في البرامج، يمكن كمان في المسلسلات والأفلام، وده اللي بيوصل للشباب أسرع. فأنا بشوف إن الإعلام يمكن لعب دور كمان قوي في الفترة الصعبة اللي مرت بها مصر بعد الثورة، من مسلسلات من أفلام كشف للناس عن فكر التطرف. يعني أعرف ناس كانوا من المؤيدين كمان للإخوان، النهاردة اتكشفت لهم الصورة الحقيقية إن الناس دي مش بتفكر في مصلحة وطن، ولكن بتفكر في مصلحة فئة. بص، يمكن مش هقولك ان في تشتت ديني بصوره ملحوظه في المسيحيه، قد ما هو ممكن يكون في اختلافات ما بين طوائف، يعني كنيسه كاثوليكيه، كنيسه ارثوذكسيه، كنيسه بروتستانتيه. احنا ككنيسه اقباط كاثوليك يعني دايما بنقول ان الاختلاف والتعدد ده غنى للكنيسه ككل. يمكن النهارده ككنيسه كاثوليكيه بتهتم اكتر بالخدمات مع الناس، زي المدارس الكاثوليكيه، زي المستوصفات، زي بعض المستشفيات. فأنا بشوف إن لو كل كنيسة مركزة في الدور بتاعها، ده في إجمالي للكنيسة ككل، ده غنى للكنيسة. بابا نويل، يمكن نرجع شوية للإمبراطورية الرومانية. زمان كان فكرة تبادل الهدايا كان من الطقوس الدينية للإمبراطورية الرومانية، والإمبراطورية الرومانية كان وثنية، فده طقس وثني أصلاً، تبادل الهدايا ما بين الناس في الأعياد. عشان كده الكنيسة الكاثوليكية حذرت من تبادل الهدايا في الأعياد، لأنها راجعة لطقس وثني. الكلام ده كان في القرون الأولى والوسطى، لكن بعد كده الكنيسة قالت لا، الكنيسة الكاثوليكية قالت لا، ممكن نتبادل الهدايا. بابا نويل ظهرت بالشكل ده، اللبس الاحمر، الدقن البيضاء، انه مليان شويه، انه راكب على عربيه بيجرها خيول وحاطط الهدايا على كتفه،
دي جت سنة 1823 لما كان في شاعر أمريكي كتب قصيدة اسمها الليلة التي قبل عيد الميلاد. من واقع تعاملي مع ناس كتير مسلمين وهم كلهم أنا في محبة وعلاقة قوية جدا بيهم، أنا بشوف بنصح الشباب سواء مسيحي أو مسلم، أرجوك ركز في علاقتك مع ربك.